الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد شكر الله تبارك وتعالى أشكر أخي الكريم ثامر الحريتي أبو جمعان على هذه الدعوة وإتاحة الفرصة لي لألتقي بهذه الوجوه الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياهم على الخير في الدنيا، وأن يجمعنا وإياهم في دار كرامته في الآخرة. ثم الموضوع المعلن عنه حول رمضان وما فيه من فرص لمغفرة الذنوب والخطايا. الإنسان يا إخواني بطبعه خطاء، بطبعه يذنب ويقصر ويجترح السيئات، الكبائر أحيانا والصغائر أحيانا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. مهما كان إيمان الإنسان مرتفعا وعاليا، لا بد أن تقع منه الأخطاء. العصمة ليست لأحد من البشر إلا للأنبياء فيما يبلغونه في الدين. ومهما كان الإنسان صالحا لا يخلو من الزلات، لكن من فضل الله عز وجل علينا أنه يستر هذه الزلات في الدنيا ويستر الذنوب والعيوب. وإلا ما منا من أحد إلا وعنده ذنب وعنده سر وعنده عيب ستره الله، ويتمنى من ربه سبحانه ألا يكشف هذا الستر وألا يفضح هذا الذنب ولا هذا العيب. ووالله يا إخوان هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. العلماء والدعاة والمشايخ وغيرهم، الكل يصيب ويخطئ ويطيع ويذنب، لا يسلم من الذنب أحد. ولذلك لو كل واحد منا حاول يحصي السيئات والذنوب والخطايا التي وقع فيها خلال أسبوع أو أسبوعين، لربما كان هذا من قبيل المستحيل، أن يعد كم ذنب، كم مرة نظر للحرام، كم مرة سمع الناس تغتاب ناس آخرين وسكت ما أنكر، كم مرة رأى منكرا وما أنكره، كم مرة انتصر لنفسه، كم مرة تكاسل عن الصلاة، كم مرة، مرات عديدة ذنوب لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك يا إخواني السعيد من اجتهد في تقليل سيئاته واجتهد في السعي لتحصيل أسباب تكفيرها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بهذا كثيرا مع أنهم الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقاله كذلك لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، اسمع، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما قال له لا 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 تذنب، لا تسئ، لا، وإنما أرشده إلى طريق تكفير السيئات، والسبب أنه لا أحد يسلم من هذا الذنب. محاولة بعض التيارات أو الجماعات أو الأحزاب الإسلامية ولا غيرها، عفى الله عنا وعنهم، أنهم يبرزون الرموز أو يبرزون مشايخ هذه الجماعة على أنهم شبه معصومين وأنهم لا يخطئون، هذا خطأ كبير جدا، مصادم للشرع ومصادم للواقع. ولذلك تجد كثيرا من الشباب أتباع هذه الجماعات مثلا يصدم لما يرى أن هذا الرمز الذي قدس في قلبه وصدره سلامة الله وقع في خطأ أو وقع في زلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا شرع الله سبحانه لعباده أعمال صالحات كثيرة تكفر هذه السيئات، منها الصلوات والصدقة والاستغفار والذكر وبر الوالدين والتوحيد قبل ذلك كله، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالسعيد من وفق لتكثير الحسنات حتى تطغى هذه الحسنات على السيئات فتكفرها بفضل الله تعالى. ولهذا كان هذا الشهر المبارك يا إخواني من أعظم
أسباب ووسائل تكفير الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا الحديث الأول، شوفوا الفضل يا أخوان. والأمر في غاية السهولة، مو مطلوب منك أنك تتصدق بمليون دينار علشان تكفر سيئاتك، مع أن الإنسان لو تصدق بهذا المبلغ من أجل أن يحصل هذا الأجر والله ما كان كثيرا ولا كان عسيرا، لكن المطلوب منك أيسر من هذا بكثير. صوم نهار رمضان كاف بإذن الله تعالى لتكفير الذنوب إذا كان إيمانا واحتسابا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل معي الذنوب التي لا أستطيع أنا ولا أنت أن تحصيها منذ أن أصبحنا مكلفين، منذ أن بلغنا سن الحلم وجرت علينا أقلام السيئات والحسنات، والله ما في أحد يستطيع أن يخرج كشف حساب للذنوب التي فعلها. هذه الذنوب فقط صوم نهار رمضان إيمانا واحتسابا يكون سببا لتكفير هذه الذنوب التي نسينا أكثرها والتي تغافلنا عن كثير منها، ولكنها عند الله عز وجل مدونة. كل سيئة كتبت في الخلوات في الجلوات في السر في العلن، والله يا أخوان ما من سيئة إلا وسيؤتى بها يوم القيامة وتعرض عليك. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا محضرا. موجود هذا كله، وجدوا ما عملوا حاضرا. في الآية الأخرى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. تخيلوا معي شخصا معروف بسمعته الطيبة وأن أموره غانمة ورجل فيه خير بعيد عن الشبهات، هذا الرجل في مرة من المرات سافر إلى بلد ما، وفي تلك السفرة ارتكب من الذنوب والمعاصي ما لا يعلمه إلا الله، وتجرأ على فعل المخازي بشكل كبير، وشاف واحد هناك من أهل الكويت، شافه تعرف عليه والله من بعيد لبعيد ما يضره. ثم بعد أن رجع وإذا به يجلس مثل هالمجلس العامر مع هالوجيه الغانمة، جميل، يمدحونه: ونعم فيك يا فلان وكذا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، هو قاعد في هالمجلس فجأة دخل عليه الشخص اللي شافه وين؟ في تلك البلاد، وشافه يسكر، شافه والعياذ بالله يزمر، شافه يفعل الفواحش. ها الحين شنو وضع هذا المسكين إذا دخل عليه هذا الإنسان؟ يبي فرقاه ولا إيش رأيكم؟ وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ولذلك يا إخواني يوم القيامة من أهواله ومصاعبه أنها تبلى السرائر، كل ما فعله الإنسان وكل ما قاله. الحين أنا ممكن أتحدث مع أخي الكريم وأقول له: تراك غالي ونعم فيك، لكن القلب غير، صح ولا خطأ؟ اللي في السريرة غير. هذه السرائر تبلى يوم القيامة وتكشف. ولهذا يا إخوان كانت هذه الفرصة العظيمة أن تكفر سيئاتك فقط لأنك تصوم نهار رمضان. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله العظيم، صلي بس التراويح مع الجماعة في المسجد محتسب صابر، ها، لا تشك، لا تتنرفز، لا تؤذي أحدا، بس صل صلاتك واطلع. هذه فقط تكون سببا لتكفير كل هذه الذنوب والسيئات مهما كانت بفضل الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث، وهنا تنبيه، نعم اليوم حنا في ليلة 14 من رمضان،
يأتيك الشيطان يقول لك توك تصحى الحين تفكر أنك تقوم وتصوم، راحت طارت الطيور برزاقها. لا، ترى الخير باقي، واللي باقي من رمضان أكثر مما ذهب، وما بقي أعظم وأفضل وأجل، والأعمال الصالحة فيه أكبر وأنفع مما مضى. الفرص للحين متاحة. الله سبحانه وتعالى في كل ليلة يا إخوان له عتقاء من النار. شفتم هالورقة هذه وهذا القلم، ها؟ يوميا يسجل أسماء من عتقوا من النار في هذه الليلة. يأذن 6:49 6:50 المغرب إلى أذان الفجر 3:13. جميل. يسجل في هذا الوقت من عتقاء النار ما لا يعلمهم إلا الله. يمشون على هذه الأرض ويجلسون مع الناس، يأكلون كما يأكل الناس ويشربون كما يشرب الناس، وهم عند الله سبحانه وتعالى ممن عتقت رقابهم وأعناقهم من النار بفضل الله تبارك وتعالى وحده. لذلك يا إخواني الإنسان لا يدري متى يكون ممن سجل اسمه في هذا الكشف. إذا كان سيسجل عندك تقريبا 15 ليلة 14 ليلة كلها فرصة لك. عليكم السلام ورحمة الله. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس هذا فحسب، بل يقول صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة إن وفقك الله للقيام فيها كانت سببا لتكفير ما اجترحته يداك من السيئات، وهذا والله فضل لا يتفضل به إلا العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. ولا يأتينك الشيطان متى تكون ليلة القدر، ليلة 27 21، طيعني اخذ العشر هذه كلها جد واجتهاد، خلها لله، خل العشر هذه وقف لله، اجعلها من حياتك فرصة حتى تصيب ليلة القدر. وأنا أعطيك ضمان ورقة وقع لك عليها أنك إذا قمت العشر كلها ستوافق ليلة القدر، شاء من شاء وأبى من أبى. والشيطان يأتي لبعض الناس يثبطهم عن اغتنام هذا الخير بطريقة وحيلة إبليسية خبيثة. إذا قام الناس ليلة 21 ثاني يوم الفجر، فجر يوم 22 دزوا صور، ترى أمس كانت ليلة القدر، شوفوا الشمس شوفوا الشمس. شو اللي يصير في الإنسان؟ يقول ها راحت، أجل خلنا، يقعد يريح فيما بقي. وهذا من الشيطان يا أخوان. ثم يصدمونك نفس الأشخاص ليلة 23 دزوا، يقول لا كانت ليلة 23، ثم 25 ويحطون لك أكثر من صورة، صورة الشمس هني لها إشعاع وهني ما لها إشعاع، الله أعلم هم صوروها فعلا ولا مدزوزة لهم مثل ما دزوها ولا غيره. فريح بالك واجتهد في هذه العشر. العشر هذه يا إخوان اللي وافق فيها ليلة القدر، ليلة القدر من فضائلها أن العمل فيها خير من 1000 شهر، يعني خير من العمل في 1000 شهر غيره. 1000 شهر كم؟ يقول 84 سنة وشوي. يعني لو تتصدق بدينار في ليلة القدر هذا الدينار خير لك من أن تتصدق يوميا بدينار لمدة 84 سنة مما سوى ليلة القدر. تصدق بـ10 نفس الشيء، تصلي ركعتين نفس الشيء، تسبح تقول سبحان الله، تستغفر أستغفر الله مرة واحدة في ليلة القدر خير من أن تستغفر ليليا في 84 سنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أفرد لها سورة كاملة في القرآن اسمها سورة القدر، وعظم سبحانه وفخم من شأنها. من أعظم فضائلها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تضحك على نفسك أني أنا والله الحمد لله أنا أموري زينة، وحنا أحيانا نسولف هذا والله صايم مسمي مصلي، نعم الحمد لله هذا خير، بس يا أخوان عندنا ذنوب، لا نقعد نخدع أنفسنا، عندنا تقصير، أحيانا نتبع الشهوات، أحيانا نفعل ونرضى بالمعصية عشان نرضي الأولاد، نرضي الزوجات، نسكت عن أمور وغيرها. لذلك هذه فرص عظيمة. 4 أحاديث ذكرتها لكم، وفي الحديث الخامس تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشهر
إما أن يكون حجة لك أو أن يكون حجة عليك. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. يدعو عليه عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم: شقي عبد أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. وفي حديث آخر أن جبريل كان يدعو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد رغم أنفه. رغم أنفه عند العرب يعني مرغ أنفه بالتراب، وهذه معناها أنه خاب وخسر. رغم أنفه من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: آمين. جبريل يدعو ومحمد يؤمن على دعائه. يدعو على من؟ على الذي يدرك شهر رمضان ولا يغتنمه في طاعة الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، السعيد من إذا سمع الكلام الحسن اجتهد في تطبيقه، وهؤلاء هم أهل البشارة الذين بشرهم الله في قوله تبارك وتعالى: فبشر عباد. من هم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا سمع الخير، سمع الآيات الأحاديث، لا تمر على قلبه مرور الكرام، بل يجتهد ويعزم على أنه يغتنم مثل هذه الذكرى التي تصل إليه بفضل من الله، ثم بعد ذلك يسعى لتطبيقها. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المرحومين في هذا الشهر، ولا يجعلنا من المحرومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكرر شكري للأخ الكريم ثامر جمعان الحريتي، عسى ربي يجزي عنا خير الجزاء ويرحم والد جابه ويجزيه عن من خدمهم من المسلمين في هذه البلاد خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.